ونهائي الكأس أيضا. أدي راشيدوف 14 هدف للنجم الأوزبكي الكبير راشيدوف نجم منتخب أوزبكستان مرشح لكأس العالم الوصول والتصويب. الله 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 صاروخ راشيدوف مرشح إلى كأس العالم مع منتخب بلاده ويرشح فريقه للوصول إلى نصف النهائي بهدف مبكر. إذا ما انتهت المباراة بهذا الانتصار أي صاروخ راشيدوف دون خوف يطلق صاروخ على يسار بابا مالك ليكون